بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم هنتكلم عن التكرير والتفشي. التكرير والتفشي هم من صفات الحروف التي لا ضد لها. أخذنا أحسن الصفير والليل. درس اليوم هيكون عن صفة التكرير وصفة التفشي. التكرير لغة التكرار، تكرر الشيء. إذا التكرير لغة هو إعادة الشيء مرة أو أكثر. التكرير اصطلاحا هو ارتعاد طرف اللسان حتى يتكرر الحرف المنطوق. اصطلاحا هو ارتعاد طرف اللسان، ارتعاد أي يرتعش طرف اللسان حتى يتكرر الحرف المنطوق. طيب ما هي حروف التكرير؟ حروف التكرير هو حرف واحد فقط وهو حرف الراء. حرف واحد فقط هو حرف الراء. إذن كيف أحقق التكرير في حرف الراء؟ اتفقنا إن التكرير هو ارتعاد. طيب هذا الارتعاد بيكون في طرف اللسان، هذا الارتعاد بيكون فين؟ في طرف اللسان. ولكن هذا الارتعاد هو ارتعاد خفي، ارتعادا خفيا. لماذا؟ نتيجة لمخرج الراء الضيق. إذن هو ارتعاد يحدث في طرف اللسان، هذا الارتعاد ارتعادا خفيا نتيجة لضيق مخرجها. أيضا على القارئ أن يحذر من المبالغة في التكرير. لماذا؟ لأنه إذا بالغ في التكرير هذا التكرير يؤدي إلى ظهور أكثر من راء. هذا التكرير المبالغ فيه سيؤدي إلى ظهور أكثر من راء. طيب احنا قلنا إن التكرير خاص بحرف الراء، ولكن التكرير في الراء المشددة بيكون أكثر من الراء الساكنة. نحو مرة، قرة. ركز في حرف الراء، مرة، قرة. اسمع الراء الساكنة، فرعون. إذن هو أقوى في حالة إن الراء تكون مشددة أكثر من كونها ساكنة. كيفية مخرج حرف الراء مع حدوث صفة التكرير؟ الراء هي من حروف طرف اللسان، إذن تخرج الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى. ردد معي أر. فتلاحظ إن طرف اللسان ارتفع إلى منطقة الحنك الأعلى. هنا سوف يصطدم اللسان في هذه المنطقة، فهنا سيصطدم طرف اللسان مع ما يحاذيه من منطقة الحنك الأعلى. ولكن لابد من أن تبقى فرجة بسيطة، يعني لابد من أن تبقى فتحة بسيطة، لأن اللسان سيكون مقعرا. ردد أر. ستلاحظ أن اللسان مقعر عند النطق بحرف الراء. طيب ما هي أهمية هذه الفرجة؟ ليه أترك فتحة؟ لأنها تبقى كصمام أمان للراء من التكرير. إذن هذه الفرجة تكون بمثابة صمام الأمان لنطق بالراء من التكرير. إذن أنا هنا أساساً مش عايزك تكرر الراء. يعني أنت بتقول مثلاً أر، هذه الفتحة التي تكون بين أو هذه الفرجة
بتجعل اللسان يكون مقعرا، فتبقى هذه الفرجة ليه؟ لتمنعك من أن تكرر الراء، لأنك التكرير هتكون الراء كده بالظبط أر كده، إنك تكرر أكثر من راء. ولذلك أنا قلت في البداية عليك بأنك تحذر من المبالغة في التكرير. إذا في فرق لما تقول أر ولما تقول أر براء مكررة كثيرا، هذا خطأ. فهذه الفرجة أهميتها أنها تبقى كصمام أمام للراء من التكرير، هي الأمان للراء من أن تكرر أكثر من مرة. هل التكرير صفة ملازمة للراء؟ نعم، التكرير صفة ملازمة للراء، أي أن الراء قابلة لهذا التكرير، أي أنها قابلة لها، أي أن الراء قابلة لهذه الصفة وهي التكرير، فيجب الحذر منها، أي يجب عليك أنك تحذر من أن تكرر الراء. هذه الصفة وهي صفة التكرير تذكر لا لتطبقها، يعني من أجل أنك تطبق صفة التكرير فتقول أر، لا، أنت هنا هذه الصفة بتدرسها لكي تتجنب تطبيقها في حرف الراء. إذن هذه الصفة وهي صفة التكرير تذكر لتجتنب لا ليؤتى بها. صفة التكرير هي تذكر لتجتنب لا ليؤتى بها، تمام؟ إذن صفة التكرير، صفة التكرير هي صفة خاصة بالراء، ولكن أنت تعرفها لا لتطبقها، ولكن لكي تتجنب تطبيقها في حرف الراء. مثلا كلمة الرحمن، غير لما تقول الرحمن، تمام؟ إذا هذا التكرير هو الر، إذا إحنا ما بنقرأش الراء بهذه الطريقة، إذا نحن بندرس صفة التكرير لكي نتجنب تطبيقها في حرف الراء، ولكن هي بتكون ملازمة لحرف الراء، لذلك هي حروفها فقط هي الراء. ليه؟ لأن هو الحرف الوحيد اللي بيكون ملازم لصفة التكرير، ولكن زي ما قلت إن أنت بتعرف هذه الصفة لكي تتجنب تطبيقها في حرف الراء، لا لأجل أن تطبقها في قراءتك لحرف الراء. هنجاوب مع بعض النشاط اللي في الكتاب صفحة 51. اتلوا الآيات القرآنية التالية: وذلك بإلصاق طرف اللسان كله على مخرج الراء، ثم ناقش زملائك في الصفة التي تظهر على حرف الراء مع بيان كيفية اجتنابها. إذن في الأمثلة عايزك تطبق بأنك تقفل كل مخرج حرف الراء. احنا اتفقنا ان انت بتسيب ايه؟ فرجة بسيطة، تمام؟ لا، هو عايزك هنا تقفل هذه الفرجة نهائيا لكي تدرك ما هو الفرق بين النطق الصحيح وبين أن تطبق التكرير التي هو صفة قلنا لإيه؟ لكي تجتنب، أي تجتنبها لا لأجل أن تطبقها. فهنا عايزك أن أنت تقرأ الراء بالتكرير. نقرأ بقى مع بعض. مثال الأول: ذرية. المثال الثاني: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. إذا لو تلاحظ وأنت تغلق كل مخرج الراء كيف تقرر الراء؟ المثال الثالث:
هو الرحمن الرحيم. إذا كررت الراء أكثر من مرة. طيب هنا عايزين نتكلم ونقول هنا بيحدث ارتعاد للسان عندما يحكم القارئ إلصاق طرف اللسان كله على مخرج الراء فينقفل المخرج وينحبس الهواء تحت اللسان، وتحت تأثير الضغط الناتج من هذا الانحباس ينزل طرف اللسان رغما عنه، فيحدث فجوة تجعل الهواء يندفع، فإذا اندفع الهواء ذهب الضغط من هنا وعاد اللسان وأحكم الإغلاق، فينشأ ضغط جديد تحت تأثير الضغط الجديد فينزل طرف اللسان ويخرج الهواء، وهكذا تتكرر العملية، وينتج من هذا أن طرف اللسان يكرر الاصطدام بمخرج الراء، فيكون النطق مثلا في كلمة الرحمن بدل من قولك الرحمن وإنك هنا تقعر اللسان وتترك فجوة، لا أنت هنا هتقرر بالغلق فتكون الرحمن، وهذا من الخطأ بأنك تغلق كل مخرج الراء. طيب كيفية الاحتراز؟ إزاي يتجنب ذلك؟ الطريقة الصحيحة لكي تتخلص من أنك تكرر حرف الراء هو بترك فجوة بسيطة في وسط طرف اللسان. إذن زي ما أنا ما قلت أن أهمية الفجوة أو الفرجة إن هي بتكون إيه؟ قصمان أمان. إذن ترك فجوة بسيطة في وسط طرف اللسان هينتج عنه تقعر اللسان فيخرج منها جزء من الصوت مع إحكام المخرج، فالهواء الحامل للصوت لا ينحبس انحباس تام ولا يجري جريانا تاما. بسم الله الرحمن الرحيم. درس اليوم هيكون عن صفة التفشي. التفشي لغة هو الانتشار. التفشي اصطلاحا هو انتشار صوت الشين من مخرجه حتى يصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. إذن أثناء نطقك لحرف الشين هتلاحظ أنه من مخرجه بيصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. لاحظ أش. هتلاحظ في انتشار للصوت في الفم. طيب ما سبب تسميتها بهذه الصفة؟ سبب تسميتها بصفة التفشي هو لتفشيها، أي لانتشارها في الفم. أش. ستلاحظ انتشار صوت حرف الشين في الفم. كيفية مخرج حرف الشين؟ الشين هي حرف من حروف وسط اللسان. حروف وسط اللسان ثلاث: جيم، ياء، شين. إذن الشين تنشأ، أي بدايتها من وسط اللسان. الشين تنشأ من وسط اللسان، وهنا ينشأ الصوت. هنا ينشأ صوت حرف الشين من وسط اللسان، ثم يتحرك هذا الصوت ليندفع إلى مقدمة الفم. في مقدمة الفم سيصطدم بالصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى. الصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى هي الأسنان العلوية اللي هي بتكون موجودة في أعلى الفم، والسفلى في أسفل الفم. الصفحة الداخلية هو اتجاه الأسنان من ناحية اللسان. اتجاه الأسنان من ناحية اللسان، دي الصفحة الداخلية للأسنان. إذن سيحدث اصطدام في الصفحة الداخلية للأسنان العليا والسفلى،
فيؤدي ذلك إلى حدوث انتشار الصوت في الفم نحو شاكرة، شكورة، شيء. لاحظ حرف الشين، شا، شو، شيء. إذن ستلاحظ في انتشار لحرف الشين في الفم عند النطق به. التفشي من الصفات التي تدل على قوة الحرف. إذن صفة التفشي هي صفة قوة، بتدل على قوة الحرف وليس ضعفه، وليس ضعفه. مراتب التفشي ثلاث مراتب. المرتبة الأولى وهي المرتبة العليا، هذه المرتبة تكون في حالة أن الشين مشددة نحو فبشر عباد، فبشر عباد، اسمع الشين، فبشر عباد. إذن هذه هي المرتبة العليا في حالة أن الشين مشددة. هنا ستلاحظ أنه بيصطدم الصوت بالصفحة الداخلية ثم يرتد الصوت إلى الفم ويعود الصوت إلى الفم منتشرا. الحالة الثانية أو المرتبة الثانية هي الوسطى، هذه المرتبة تكون في حالة أن الشين ساكنة نحو لهم البشرى، البشرى. أركز في نطق حرف الشين. هنا يتابع الصوت طريقه إلى خارج الفم. هنا هتلاحظ شوية إن الصوت بيخرج إلى الفم. هذه هي المرتبة الوسطى للتفشي نحو لهم البشرى. هتلاحظ إن هنا مش زي نطقها وهي مشددة. المرتبة الثالثة وهي الدنيا، أي أدنى مرحلة، وهي تكون في حالة أن الشين متحركة نحو كالذي يخشى. الشين متحركة سواء كانت مفتوحة أو مضمومة أو مكسورة، كلها شين متحركة. هذه المرتبة هي المرتبة الدنيا من مراتب التفشي، تكون في حالة الشين المتحركة سواء كان فتح أو ضم أو كسر. نلاحظ كالذي يغشى، لاحظ الشين، تمام. هنا هيصطدم الصوت بالصفحة الداخلية من الثنايا السفلى ثم يرتد الصوت إلى الفم ويعود الصوت أيضا منتشرا. لذلك لهذا الانتشار لذلك هو سمي تفشي. إذن احنا خدنا صفة التكرير هي خاصة بحرف واحد، وأيضا التفشي صفة خاصة بحرف واحد. التكرير هو صفة من صفات حرف الراء فقط، والتفشي هو صفة من صفات حرف الشين فقط. نجاوب النشاط مع بعض في الكتاب صفحة 53. صنف الأمثلة التالية وفقا لمراتب التفشي الثلاثة. المثال الأول: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. شاكر، ملاحظ شاء الشين هنا متحركة، إذن دي في المرتبة الإيه؟ الدنيا. قال تعالى: فبشرناها، فبشا، الشين هنا مشددة، إذن في المرتبة العليا. أيضا قال تعالى: مشكورة، مش، السين هنا، الشين هنا ساكنة، إذن في المرتبة الوسطى. نجاوب مع بعض سريعا بعض أسئلة الكتاب صفحة 54. ضع علامة صح مقابل العبارات الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارات الخاطئة مع التصحيح. ينبغي للقارئ
ترك فجوة بسيطة في وسط اللسان للتخلص من التكرير. أحسنت، عبارة صحيحة. تفشي الشين في الفم يعد من الصفات التي تدل على ضعف الحرف. أحسنت، عبارة خاطئة. احنا قلنا ان التفشي بيدل على ايه؟ قوة الحرف. السؤال الثالث، ضع الكلمة القرآنية المناسبة تحت الصفة الدالة عليها في الجدول. النص القرآني: ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. كلمة تمسوها صفتها ايه؟ فيها حرف ايه احنا اخدناه؟ حرف السين، واتفقنا ان حرف السين ده من صفات الايه؟ الصفير. ايضا كلمة بسوء صفير. عذاب يوم، يوم اتفقنا ان الواو الساكنة المفتوح ما قبلها. احسنت، من صفات الصفة الدالة عليها صفة الايه؟ اللين. هو الرحمن الرحيم. الكلمة الرحمن الرحيم صفتها التكرير. لا تأخذه سنة ولا نوم. سنة صفتها الصفير. نوم نلاحظ أيضا أن الواو ساكنة مفتوح ما قبلها، إذن صفتها لين. وقال الذي اشتراه، اشتراه. أحسنت، كلمة اشتراه صفتها التفشي.